يفسدون دين الإسلام، يفسدون قلوب العباد. لذلك فلينتبه، لا تنخدعوا بالمظاهر والسبحة الطويلة والتكسر أحيانا وضرب الصدر. الله، لا تنخدعوا بهذه المظاهر، هذه المظاهر خداعة. القوم من أشر الناس، من أشر من ينتسب إلى الإسلام وأضر على المجتمع. لا أعلم أمثال هؤلاء، لأني عشت في صغري معهم. خذوا هذه الأسرار. في نعومة أظفاري كنت في أحضانهم، ولكن الله أنقذني وعرفت منهم ما لا يعرف غيري. انتبهوا للقوم وهم موجودون. إذا كنا نتحدث عن الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، وهم أخف ضررا من الصوفية، لأن الصوفية تفسد القلوب، القلوب فاسدة منصرفة عن الله، ولا يبالون أبدا عن الله، معتمدين على الشيخ اعتمادا كليا في الدنيا والآخرة.